سجل السعودية سليمان عبد الجواد اسمه في موسوعة أو جينيس للأرقام القياسية، ما يبون نقول موسوعة، في أكبر تمارين ضغط على الجانبين، وحقق 40 عدة محطما الرقم الإماراتي ب 33 عدة خلال الحجر الصحي. قام عبد الجواد بالاطلاع على موسوعة جينيس وبالأخص اللياقة البدنية التي لم تكن تحتوي على أي رياضي سعودي في هذا المجال، ومن هنا قرر أن يحصد هذا اللقب. للمزيد ينضم إلينا من جدة سليمان محمد عبد الجواد مدرب رياضي. أهلا بك سليمان معنا في صباح العربية، ألف مبروك على دخول جينيس للأرقام القياسية. 40 عدة يعني مش سهل الوصول إليها، فقل لنا يعني احتاجت منك قد إيه وقت، يمكن الحجر عمل معك يعني شغل وقدرت ان انت تركز وتقدر توصل لهذه اللياقة البدنية. الحجر عمل العجائب يعني فعلا، الناس اللي قدرت تستفيد من الحجر استفادت بطريقة مرة كبيرة يعني. فكان الموضوع جدا بسيط، انا اتمرن لي فترة، فالحمد لله كان عندي القوة واللياقة البدنية اللازمة يعني اني ادي التمارين هذه. ولكن موضوع موسوعة جينيس أخذ مني التدريب لهذا التمرين، إني حق رقم 40 جاء بعد ثالث محاولة لي، أخذ مني تقريبا من شهرين إلى شهرين ونص استعدادات إني أكسر اللقب. طيب يعني إحنا خلينا نقول إنه 40 عدة، 40 بوش أب، 40 ضغط في دقيقة واحدة على جانبين، على مزبوط. على الجانبين، إيه هذا الرقم القياسي. طيب يعني خلينا نقول سليمان بإنه اليوم الشباب يلا يلا يكمل 10 عدات، وبعض الناس يمكن ينزل ما يصعد، ايش كثر اخذت وياك هذا التمرين بانه انت على الجانبين مش بجانب واحد، 40 عده بجانب واحد ممكن في ناس اكثر؟ صحيح. لانه هذا التمرين هو زي ما انت قلت يعني هو نفس طريقه البوش اب العاديه وتمرين الضغط العادي، ولكن يحتاج تمارين معينه، تمارين تركز مو فقط على القوه العضليه، لانه كثير ناس يجي في بالهم انه تمرين الضغط تركيزه الوحيد هو القوه العضليه، ولكن هذا كلام غلط. تمرين الضغط عشان الواحد يقدر يكون نشيط ويقدر ينط من مكان لمكان وعلى قولنا يقدر يكون حرك يعني في الحركه، لازم يعمل تمارين معينه تستهدف الجهد العضلي، اللياقه العضليه. فالواحد دائما عشان جسمه يكون، خلينا نقول العضله تكون كامله متكامله من جميع الزوايا، الواحد مو فقط يركز على جانب القوه، لازم يركز على جانب القوه واللياقه والجهد عشان يقدر يؤدي اكثر من عده خلينا نقول، ويقدر يطور نفسه في تمارين الضغط. يعني اكيد انت الرياضه هو موضوع تراكمي، يعني لو تكلمنا في البدايه كنت يعني بدات المشوار ازاي، هل كنت بتمارس رياضه معينه؟ قلت انه انت قعدت شهرين تتمرن، في تدريبات معينه ركزت عليها اكثر، كم ساعه؟ دخلنا في الجو معك. اي اكيد. اول حاجه كان تمرين، كنت اتمرن على فترتين في اليوم. كنت اتمرن فتره الصباح كنت اركز فقط على تمارين القوه، يعني مثلا كنت اعمل بوش اب، احاول اعمل اكبر عدات ممكن من البوش اب في فتره زمنيه قصيره، كان البوش اب العادي الضغط من الضغط الطبيعي. ايوه. بعدها كنت اريح لمده تقريبا 10 دقائق ربع ساعه وارجع اعمل هذا التمرين، كنت دائما يعني اعمله تقريبا لمده 20 دقيقه الى 30 دقيقه فقط تمارين ضغط، ما كنت اسوي اي حاجه ثانيه. كان هذه اول فتره لي في التمرين. بعدها خلال اليوم يعني خلاص بعد ساعتين ثلاثة أربعة اليوم بعد ما يمشي، كنت أتمرن تمارين بوزن الجسم، كانت تمارين مختلفة، كنت أركز على تمارين الصدر، تمارين الظهر، تمارين الأكتاف، تمارين الأرجل، لأنه في النهاية النقز من الجانبين يحتاج عضلات الجسم كاملة إنها تتحرك، ما تركز على عضلة واحدة. طيب خليني أنا أسأل أيضا بهذا الجانب، اليوم هل التحدي القادم راح يكون 42 43 عدة ولا لا راح تختار شيء آخر؟ حالياً راح أخلي 40 عدة هذه إلى أن ينكسر الرقم إن شاء الله. ولكن أنا حالياً قاعد أتدرب أني أكسر رقمين قياسية جديدة إن شاء الله، ناوي أكسر واحد نهاية هذا الشهر وإن شاء الله واحد بعده غيره مختلف تماماً نهاية شهر ديسمبر، يعني ناوي إن شاء الله نهاية السنة يكون عندي ثلاثة أرقام قياسية. نقدر نعرف شنو التحدي اللي راح يكون؟
طيب خليني اقول اول تمرين حيكون اللي هو تمرين الضغط العادي، ولكن حيكون برجل واحده، يعني رجل واحده على الارض ورجل الثانيه مرتفعه، واكون لابس شنطه اوزان 20 كيلو، ولازم اعمل في دقيقه اكثر عدات ممكن. اي نعم، يعني لازم اكسر الرقم الحالي اللي هو 102 عده. والثاني الثاني حيكون حاجة اسمها الأرتشر بوش أب، أو أكون بالطريقة البوش أب العادية، ولكن يكون في مرجحة بين مرجحة بين اليمين واليسار، وأنت مكانكم من يمين. إيه الأرتشر زين. لا خلنا نقول شو، أنا بتدرب الحين، أنا ما بوصل 20 ووقف بس خلاص. لا يا 20 أكيد توصل 20. لا والله 15 20 بس أريح 7 ساعات. كيف نطور اللياقة هذه؟ يحتاج استمرارية. استمرارية يعني. تمام. تمام أكيد شيء طبيعي. أول حاجة طيب. لازم نعرف الواحد لازم ما يستعجل. أكيد. يعني لا تستعجلوا على النتيجة. لازم سليمان يستمر ويقعد يعني فترة زمنية. جواك الله سليمان محمد عبد الجواد مدرب رياضي، يعطيك ألف عافية. شكرا.